FM. الكلمة ليك. هل يمكن أن يسرع في نسق الحرب على الفساد؟ نعتقد أنه بدخول لطفي إبراهيم خاصة وسي عبد الكريم زبيدي أنه معناها التسيب وكل اللي شفناه عشناه والأمن الموازي والاختراقات الموجودة خاصة في الأمن وفي معناها العديد من المنظومات الأخرى هذه أنا نعتقد جازما أننا سيتم القضاء عليها أنا بشوية بشوية حتى نوصل إلى ترجع المنظومة نتاع الأمن الجمهوري حقيقة بحقه حقيقة مش كلام معنا للتسويق. وبالتالي نعتقد أنه الحرب على الفساد هذه هي حرب قلت لابد من معناها تدعيمها ولابد خاصة أنه القضاء يأخذ يتحمل مسؤوليته في هذا والقضاء يكون ناجز والقضاء يكون فاعل لأن القضايا هذه إذا كان ما تخوش معناها المآل متاعها الصحيح في خصوص معناها المحكمة في المحاكم ويتم القضاء معناها بسرعة مش معناها قضايا تقعد 4 أو 5 سنوات و 6 سنوات في الواحد وتعاقب عليها قاضي أول وقاضي تحقيق ثاني ورابع وخامس وخبراء وما خبراء وبالتالي الناس تفقد معناها الثقة في الأداة هذه وفي المعركة هذه وهي قلت معركة اللي نجم نقول هي شاملة من ناحية الاقتصادية خاصة أن تشوفوا معناها إلى الآن رجعت معناها السوق الموازي موجودة نصب رجعت الكلمة ليك.